طابق عنا ما في حياة بنوب، يعني هون الناس رايحين جايين تتسلوا وما بتحسوا كيف بيمضى نهاركن. مفكرة منتسلى؟ تعرفي لما برجع على البيت كيف بتكون حالتي من التعب؟ بحس ظهري مقسوم نصين ووجع بكل جسمي ما بيفارقني بنوب. عن جد؟ ايه صحيح، فيني اخذ وحده من هاي؟ ليش يعني؟ بابا بياخذ منهم بس خلصوا من عنده بلا ما اشتري من الصيدليه او وقف على الدور بالمشفى. مستحيل يولا، بتعرفي هدول ما بينعطوا بدون وصفه الدكتور. والله عن جد؟ لكن بشتري. طيب ما بدك تضيفيني كاسه شاي شو معكم؟ بلا لك ياها. لك شو علي، جيبي لنا كاستين ندفي بطننا. روحي جيبي انت. مو عيب عليكي نوال، انا ضيفتك هون احترميني. يا الله يولا. وهي الشاي تفضلي. يسلموا. اف، من ريحته مبين ما بينشرب. كان معك حق. ايه المهم، اذا فضيتي مريقي لعندي بشربك شاي. يلا بشوفك. حضرتك ما قلتي لي كم وحده بيلزمك، لهيك جبت لك ثلاثه. بتخبري عمر اني مرقت لعنده، خليه حاكيني. موضوع الدواء سر بيننا، ما هيك يولا؟ طبعا طولي بخانه. عمر بيك، توليب خانو مرقت لعندك، استنت شوي وبعدين راحت وقالت لي تحاكيها. ماشي، يسلموا. الو توليب، طلبتي اني احكي معك. عمر ممكن تمرق لعندي لو سمحت، في مواضيع مهمة لازم نحكي فيها. عندي كم معاينة بس الأفضل بيجي لعندك. تمام، ناطرتك بس لا تطول، مو أكتر من ساعة. ماشي. قديش الساعة؟ تفضل عمر بيك، توليب خانم عم تستناك جوا. أهلين عمر. أهلين فيكي. اقعد ارتاح. عم بسمعك. طيب ماشي. امبارح. ليش، في شيء لحتى ينحكى عن امبارح؟ ايه طبعا في. اللي صار امبارح كان سخافي. مو مشكلة، ما كنتي بوعيك. مو انا اللي بتدور على مبرر مثل هاد لحتى تتخبى ورا. بعرف توليب. السخافة اني بالغت بردة فعلي على بعض الامور. بتعرف أنا ما بحب العلاقات اللي ما لها واضحة، مشان هيك بلاقي صعوبة أحيانا إني أعبر عن نفسي. ومبارح أنا كنت عم بحكي لك عن اللي جواتي والظاهر إني يعني بالغت كتير. توليب شو بدك تقولي؟ عمر،
نحن كنا مع بعضنا صح؟ وبلحظة انت بعدت عني بدون ما تفهمني شو الأسباب. وفوقها تكتب مكتوب صغير بتوداني فيه. توليب نحن كم مرة بدنا نرجع نحكي بهي القصة؟ خلص لو سمحتي. بس ما حكينا شي. أنا كتير مكسور خاطري منك عمر. الزلمة الواعي اللي بيعرف كيف يعيش علاقته 100% لازم يعرف إن هي 100%. توليب سبب توديعي لإلك بمكتوب لأني ما عم بقدر أحكي معك. كم مرة جربت إني أحكي معك وكنت تهربي؟ طيب مثل ما كتبت لي بهالمكتوب ومثل ما بتسمعني إياها كتير من وقت للتاني إنه أنا في إلي أهمية بحياتك، كيف أنا إلي أهمية وتتعاطى معي هيك؟ طبعا إلك أهمية، أنت بالنسبة لإلي صديقة قديمة. تمام، مدام الموضوع هيك، مدام إني أنا صديقة قديمة وبس، ليش لما رجعت وافقت تكون معي مع إنك ما بتحبني؟ ها؟ مدام إلي أهمية وبتقول إني ست رائعة، ليش عم تعاملني بهالطريقة بالمقابل وتجرحني عمر؟ توليب لو سمحتي هذا الموضوع انتهى. أنا جربت إني أكون معك، جربت إنه نرتبط، ما مشي الحال، شو أعمل توليب؟ أنت طلبت إنه نرتبط وأنت طلبت إنه ننفصل. قديشك عادل. بصراحة ما بعرف لوين بدك توصلي بآخر هذا الحديث توليب. فهميني شو بدك. ولا شي ما بدي شي ولا بدي أوصل لشي. كل القصة إنه بدي ضل عم أتواصل معك. أنا بدي أعبر عن اللي جواتي بس لأنه حاسة حالي إنه مكسورة كتير وإنه مشاعري انجرحت عمر. أنا توليب أنا ما كان بدي أجرح مشاعرك نهائي. أنت مبارح بالليل قلت لي إنه ما بدك تنتزع حياتهم للبنات بسبب بالعملة اللي عملها زوج مسعود النصاب، وأنا عملت اللي بدك وقلت لهم إنه فيهم يضلوا بالبيت ويكملوا حياتهم، شو بدك يعني ساوي أكتر؟ عمر شو في توليب؟ عمر شو بكي؟ بس توليب شو بك توليب؟ ارتاح روقي شوي خدي نفس. توليب عم تسمعيني؟ توليب انت منيحة؟ توليب روقي شوي روقي نبضك متسرع. خالدة يلا اطلبي الإسعاف. شو في عمر بيك؟ لا خدني انت، ما فيني استنى الإسعاف. عمر سافني، خدني انت. ماشي اهدي شوي. وضع خطر؟ شو صاير؟ حدا يعرف. يلا جهاد ولا يهمك. خلص توليب اهدي شوي، ما رح يصير لك شيء. خبري جهاد يا ربي دخيلك، يا ربي ما يصير له شيء لتوليب. نقالة، جيبوا نقالة بسرعة. تعالي توليب، تعالي صور. يلا لو سمحتوا عجلوا شوي. ارتاحي توليب. عمر تعبانة كتير. يسي لضغطة جمع. ما بدي حتى يعرف بحالتي غير المسؤولين. لا تدري هم النبض 160، الضغط 16 على 10. بدي تحليل كاملة وطبقي محوري وأشعة، وبدي تقرير مفصل عن حالتها. حاضر. طلق.